أهلا وسهلا بكم في قناة ترددات، وبس الآن نعرض عليكم تردد قناة سراج الأقصى الجديد على النايل سات 2022. يبحث العديد من الأشخاص عن تردد قناة سراج الأقصى الجديد على النايل سات لأنه من أهم القنوات الفلسطينية على الإطلاق، حيث تقدم تغطية مباشرة لأهم الأخبار في فلسطين. كما تعرض قناة الأقصى الكثير من البرامج التلفزيونية المتنوعة في مجالات مختلفة، منها نشرات الأخبار والبرامج السياسية والثقافية والدينية وبرامج الطبخ والموضة. قناة الأقصى فضائية فلسطينية يقع مقرها الرئيسي في مدينة غزة، وتهتم القناة بنشر أخبار القضية الفلسطينية حول العالم. وتصنف قناة الأقصى الفضائية لأنها إحدى القنوات الإخبارية الإسلامية في فلسطين. تردد قناة سراج الأقصى 2022، يوجد تردد واحد على القمر الصناعي نايل سات. القمر الصناعي نايل سات التردد 10971، الاستقطاب أفقي، معدل الترميز 27500، معامل التصحيح 7:8، الجودة HD. إذن تردد قناة سراج الأقصى 2022، القمر الصناعي نايل سات، التردد 10971، الاستقطاب أفقي، معدل الترميز 27500، معامل التصحيح 7:8، الجودة HD. اسم القناة على قائمة القنوات السراج، وبذلك نكون قد وفرنا لكم تردد قناة سراج الأقصى الفضائية على القمر الصناعي نايل سات 2023. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.